بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية حابة أرحب في الحضور معنا اليوم في دورة النزاهة والبحث العلمي. طبعا الموضوع مهم جدا بالنسبة للباحثين المستجدين، وكذلك لمن حابين أنهم يعني refresh their knowledge about the topic، يعني حاب يعني يجددون معلوماتهم فيما يخص البحث العلمي. هنتكلم فيها إن شاء الله عن البحث العلمي والنزاهة. علاقة البحث العلمي والنزاهة علاقة وثيقة، فما نقدر نقول عن يعني ما نقدر نقول عن بحث علمي إنه نزيه إلا بشروط، وما نقدر نتكلم عن البحث العلمي بدون ما نحيد أو بتحييد النزاهة. فهنعرف النزاهة لغة مصطلحا، هنتكلم عن النزاهة في البيئات الأكاديمية، حنتكلم شوية عن لماذا نحتاج النزاهة في البيئات الأكاديمية، كذلك حنتكلم عن النزاهة كأسلوب عمل في الأكاديمية، وحنتكلم عن عوامل الخطورة حول النزاهة في البيئة الأكاديمية، إيش اللي ممكن يشكل خطر على النزاهة، وكذلك حنضع شوية ملاحظات حول رحلة البحث العلمي، كيف نعزز النزاهة خلال رحلتنا في البحث العلمي. النزاهة كمصطلح هي قيمة عليا يحملها الإنسان ويطبقها في أعماله. النزاهة ترتبط بالصدق وبالموثوقية المتبادلة. هذا طبعا تعريف اللغوي أو الاصطلاحي للنزاهة. مثل كل القيم العليا، يريد الإنسان نزيه، يريد الإنسان على الفطرة، ومن الفطرة النزاهة. المجتمع المحيط فيه يساهم إما في الحفاظ على نزاهته أو يعمل على نزاهة. طبعا كيف يساهم المجتمع في الحفاظ على النزاهة؟ يحافظ عليها المجتمع أو يحافظ عليها المجتمع من خلال سن القوانين اللي تساهم في المحافظة على النزاهة. تنزع النزاهة بالتخاذل عن سن القوانين اللي تحفز النزاهة. ولذلك جاء مصطلح معروف في القوانين، أول مرة ليست آخر مرة، يعني بمعنى أنه الإنسان إذا تجاوز النزاهة في حياته مرة، راح يكون سهل عليه جدا انه يتجاوزها مرة ومرتين وثلاثة. لذلك دائما نقول من البداية الواحد لا يبدأ في كسر هذا الحاجز. عندنا بعد كذا تعريف النزاهة في البيئة الأكاديمية بالاستناد على تعريفها في البيئة العادية أو النزاهة بشكل عام. يمكن القول أن النزاهة في البيئة الأكاديمية هي قيمة عليا ترتبط معاييرها بالصدق والثقة المتبادلة بين المتعلم والباحث والجهات التي يدرسها. كذلك بالنسبة للباحثين، هي ترتبط بين الباحث وبين الأستاذ أو المشرف الذي يعمل معه، يعني هي علاقة متبادلة، أنا نزيه مع مشرفي ومشرفي أيضا نزيه معي. هذه القيمة تؤثر جميع الأنشطة المتعلقة بالدراسة أو بالبحث. من البداية، يعني من وقت الفكرة إلى وقت الفجوة البحثية إلى وقت وضع البروبوزل أو الخطة البحثية إلى الليتريتشر ريفيو الى كلها ترتبط بمفهوم النزاهه في البيئات الاكاديميه. طبعا حتى قبل ذلك، من يوم ما يبدا الانسان في العمل الاكاديمي يبدا معه مفهوم النزاهه، لانه هو معيد. من قبل ذلك حتى من وقت الدراسه، فهي عمليه تراكميه. النزاهه ايضا سواء في البيئات الاكاديميه او خارج البيئات الاكاديميه هي وجه من وجوه عباده الاحسان، يعني أن تفعل الأمر بشكل جيد بدون أن يعني يكون هناك من يراقبك أو يخفي عليك أفعالك. لماذا نحتاج من النزاهة في البيئة الأكاديمية؟ طيب إحنا في حياتنا العادية نحتاج من النزاهة لأنه عليها يعني ترتب عليها مكاسب. كذلك أيضا في النزاهة في البيئة الأكاديمية يترتب عليها غيابها، يترتب عليها غياب قيم ثانية. غياب النزاهة في البيئات الأكاديمية يظهر أثره على التعليم من البداية، يعني دائما المعلمين والمعلمين في المراحل العليا والمعلمين في المدارس يقولون بضاعتكم ردت إليكم، كل واحد يتهم الثاني. ليه؟ لأنك يعني في البداية أخطأت في التعليم، أو خلينا نقول تساهلت في التعليم، فأدى ذلك إلى مشكلة في التعليم. والمشاكل في التعليم أدت أيضا إلى أن المخرجات تكون أقل من المستوى، وبالتالي صار عندك الناس الخريجين اللي عندك أيضا صارت يعني مشاكلهم أكثر من محاسنهم، وبالتالي صار عندك مشكلة في التعليم. إذا واحد منهم يأثر على الثاني.
أيضا مشكلة الرياضة أنها تؤثر على التطوير، لما يكون عندك المخرج اللي أنت عينته أو عملت على استقطابه غير جيد، ما تقدر تتحمل ضريبة أنك تعين شخص غير كفء في مجال معين، لأنه هذا راح يؤثر على مفهوم التطوير. أيضا الشخص غير متمكن أو ما اكتسب المعرفة، ما اكتسب العلم نفسه، ما يقدر يطور لك إياه، هو أصلا ما عنده المعرفة عشان يطور لك إياه. طيب، هذه من الأسباب اللي نحتاج فيها نزاع. طيب، لو قلنا في التعليم أيضا في مشكلة من مشاكل التعليم، في غياب النزاهة في التعليم يحصل على الفرص من لا يستحقها، يحصل على الفرص من لا يستحقها، وتغيب أحيانا عن من يستحقها. يعني تخيل أنت لو طالب لا يستحق مثلا المقعد اللي هو جالس عليه في الجامعة أو في القسم أو في التخصص، خذ هذا المقعد على حساب طالب ثاني أقدر منه وأجدر منه، هذه راح يؤدي إلى أنه يكون عندك مخرجات فيما بعد أقل من المتوقع. زي ما قلنا، غياب يعني مفهوم النزاهة في التعليم أو في حتى في المقاعد الدراسية يؤدي إلى أثر في التعليم وكذلك في الوظائف الاجتماعية الأخرى. هي من النزاهة الأكاديمية، في دراسات كثيرة بصراحة أجريت على شروط الطلاب في بيئات مختلفة، يعني في بيئة عربية، في بيئة أجنبية، ولقينا إنه أغلب الدراسات اتفقت على إنه أهم قيم النزاهة البيئات الأكاديمية هي قيمة الصدق وقيمة الاحترام وقيمة الثقة وقيمة الإنصاف وقيمة تحمل المسؤولية وقيمة الشجاعة. راح نتطرق إن شاء الله لها في بتفصيل. لما أقول عندي قيمة مثل قيمة الصدق في النزاهة، هذه تأثر على الإنسان في الأكاديمية، وكذلك يجري عليها ما يجري على غيرها. قيمة الصدق في الأكاديمية لا تختلف عن في العمل الأكاديمي عنها في أي مجال ثاني، لكن في الأكاديمية مشكلتنا في الصدق إنه يؤثر على الشخص ويؤثر على من حوله. يعني لما يكون الشخص أونست وصادق في الأكاديمية، مش فقط هو اللي يتأثر أيضا مع أشخاص آخرين. كيف أمثل الصدق في تعاملي في البيئة الأكاديمية؟ من البداية، من موثوقية مصدر شهادتي العلمية، حصلت على شهادتي من جهة علمية موثوقة ومعتمدة بطريقة نزيهة، هذا أيضا مما جاء في المحاضرة اللي فاتت اللي حضروها. أيضا الإصلاح عن المصادر والمراجع والإشارة لها في أبحاثي وفي الأوراق العلمية اللي أقدمها. اتمثل كذلك الصدق في أني يعني أي معلومة أقدمها عن دراستي تكون صادقة. لما أقدم عذر للتخلف عن محاضرة من المحاضرات مثلا، أكون هذا العذر صادق. لما أطلب من طلابي مادة علمية معينة، يكون الطلب هذا مبرر بفعل اكتساب من المعرفة المطلوبة منا. إذا الصدق دائرة لا ندري من أين تبدأ ولا من أين تنتهي، لكنها إذا انكسرت يتأثر ما بعدها. هذا بالنسبة للصدق في الأكاديمية. بالنسبة لقيمة الاحترام في الأكاديمية، قيمة الاحترام في الأكاديمية تبدأ من احترام الأكاديمي لنفسه، وذلك بوضعها في مكانها الملائم، بدءا من مكان الدراسة، بدءا من الالتزام بأوقات الدراسة، الالتزام بمكان العمل، معرفة آلية العمل في مكانه، ومعرفة أثر عمله على غيره من الأشخاص في العمل، وكذلك الخطوط الحمراء التي لا يتعرف تجاوزها. مثل إيش الخطوط الحمراء مثلا اللي ما يتعرف تجاوزها؟ أيضا كذلك الأكاديمي يحترم العلم والعلماء اللي سبقوه في التخصص. خلونا ناخذ مثال، يا ريت أحد من الجمل اللي معانا يعطينا مثال على احترام الأكاديمي للعلم والعلماء اللي سبقوه في التخصص. نقول من احترام لك الأكاديمي، طبعا أنا هنا بالأكاديمي ترى أقصد الطالب والأستاذ، لأنك يعني بمجرد ما دخلت مؤسسة علمية فأنت تنتمي لهذه المؤسسة العلمية.
تحترم التخصص بأنك تقرأ في التخصص، لما بالذات لما تكون تبغى تكمل مجالك كباحث تقرأ في التخصص، تعمل مراجعة علمية دقيقة للأمور اللي عندك في تخصصك عشان تطلع بجستر ريفيو مناسب، تطلع بقراءة جيدة للأبحاث السابقة، ما تضيع جهد اللي سبقوك، وفي نفس الوقت ما تنسب لنفسك شيء أنت ما عملت فيه. وكذلك ما تتجاهل علم سبقك إلى غيرك، يعني مثلا لما تجي عندك تكرر نتائج من سبقوك لأنك ما كملت أو ما تبحرت في القراءة، فهذا خلل وعدم احترام للبيئة الأكاديمية اللي أنت تعمل فيها، لأن فيها جهد، فيها جهد. هذه كما يسمى إعادة اختراع العجلة، هذا من الأشياء اللي جدا يعني تدلل على عدم احترام التخصص، وفعلا تدلل أيضا على عدم المهنية. الأكاديمي والطالب يحترم مشرفي وأساتذته. كيف؟ تحترم مشرفك بأنك تحترم الوقت اللي خصصه لك، لما يقول لك مثلا موعدنا في الوقت الفلاني تكون موجود في الوقت الفلاني، لما يقول لك عليك الأساينمنت الفلاني إذا فهو فعلا جاد في هذا الموضوع، أنت تأخذ الأمر بجدية، تحترم وقته، تحترم جهده، تحترم الفيدباك اللي يعطيك إياه، لما يعطيك تغذية راجعة معينة تلتزم فيها، وكذلك تحسن عملك على أساسها. طيب، يحترم الأكاديمي طلابه أو من هم تحت إشراف من زملاء التخصص، يعني لما أكون أستاذ مساعد أو أستاذ، عفوا خلينا نقول أستاذ مشارك، وأكون مثلا عضو في مجموعة بحثية معينة، من احترامي لزملاء التخصص إني أفتح مجال النقاش في المشاريع، أفتح مجال النقاش في أسئلة البحث، أفتح مجال النقاش في آلية العمل. هذه تواجهنا كثير في البيئات الأكاديمية، الاستئثار بالرأي مثلا، الإصرار على الرأي بدون دراسة الآراء الأخرى، يعني هذه من الأشياء اللي تقلل الاحترام في الأكاديمية، وتقليل الاحترام في الأكاديمية من قيم النزاهة العليا. لذلك إذا قل الاحترام تكون بيئة العمل بيئة سامة فعلا، يعني فالإنسان ما يقدر يستمر فيها. ولذلك نرى كثير من الزملاء أحيانا يطلبون إما للتحويل إلى أعمال إدارية أو لأعمال بعيدة عن التدريس بسبب كثرة أو بسبب غياب قيمة الاحترام في الأكاديمية، يعني ما نعمم لكنها موجودة. القيمة اللي بعدها قيمة الثقة، الثقة في الأكاديمية. صحيح أستاذ فوزية، الاحترام مطلوب للجميع في الأكاديمية وغير خارج الأكاديمية، لكنها في الأكاديمية من القيم العليا، يعني لما سوينا أبحاث علمية على أهم ما يحتاجه الأستاذ في الجامعة، قالوا إنه قيمة الاحترام من أعلى 6 قيم مشتركة بين القيم اللي طلبوا الناس إنها تكون موجودة. طيب، بالنسبة للثقة في الأكاديمية، كذلك أستاذ نادية، صحيح تقبل اختلاف وجهات النظر أيضا من القيم العالية للاحترام في الأكاديمية. في مقولة مشهورة للعرب: إذا سقط عمود الثقة اهتز البناء هزة لا ثبات له بعدها. هذه من أهم الأشياء اللي ممكن نقولها عن الثقة، إنه لما يكون بينك وبين مشرفك ثقة في مجالك الأكاديمي، معناها إنه يثق إنك تقرأ ويثق إنك تكتب. ما معنى هذه الثقة وما هي آفاقها؟ آفاقها إنه مشرفك راح يعتمد برأيك، ياخذ رأيك، يكتب أو يعني يتخذ كلامك بدون أو يأخذ كلامك بدون دليل. ليش؟ لأنه متأكد إنك قرأت، ومتأكد إنك كتبت، ومتأكد إنك بحثت. لذلك لما تجي برأي من خيالك مثلا، وهذا يحدث اختلاق البيانات في الأكاديمية، وتكتب مثلا تضع انك وجدته في المرجع الفلاني، ويكون لسوء الحظ مثلا او لحسن الحظ ربما الاستاذ قرأ الورقة هذه ومتأكد ان المعلومة اللي انجبتها هي موجودة فيها، وهذه حصلت. فيواجهك انه هذه غير موجوده، بعد كذا راح يشكك في كل كلامك. ليش؟ لانك كسرت حاجز الثقه. الثقه ايضا في الاكاديميه تبنى على الاصاله، يعني ايش؟ يعني انك تكون up to date. يعني ايش up to date؟ يعني متفاعل مع البيئه الاكاديميه، تقرا باستمرار
وعندك حفيدة متجددة من المعلومات التي هي مصدر ثقة للقارئ ومصدر ثقة للمتلقي. ما يكفي انك تعرف المعلومة اللي نزلت في عام 2002، لا، لازم تعرف المعلومة اللي نزلت في 2018 في مجالك، بالذات إذا كان مجالك متجدد. في الأبحاث لا يقبل البحث اللي عمره، بالذات في المجال الإنساني مثلا، لا يقبل البحث اللي عمره أكثر من 8 سنوات. إذا كان بحثك عمره أكثر من 8 سنوات، أو البحث اللي أنجبته في مراجعك أكثر من 8 سنوات، معناها يا أنت يا أنت ميت، يا إما مادة الجهة اللي أنت قاعد تبحث فيها أو العلم اللي أنت قاعد تبحث فيه عن ميت غير متجدد. علم من 8 سنوات ما تم يعني تحديث قائمة مراجعة، هذا علم لا يعتبر. طيب، الثقة في الأكاديمية أيضا تتمثل في قدرة الباحث على النشر دون خوف من الخطأ أو الانتحار. يعني إيش؟ الآن ما شاء الله تبارك الرحمن، أكثر من يعني عندنا عشرات الألوف من الباحثين السعوديين منتشرين في أنحاء العالم في جامعات موثوقة. لما تدخل على قائمة الجامعات أو الثيسس في أي جامعة، سهل جدا أنك تحصل على ثيسس لطالب بريطاني أو أمريكي أو أسترالي، لكن لما تجي تبي الورقة العلمية اللي ذنيك السعودي، تلاقي عليها restrictions انك لازم تتواصل مع الباحث مباشرة. ليش؟ لانه الباحث يخاف على اوراقه، وانا ما الومه، انا ما الوم اي باحث يخاف على ورقته، او ايضا يكون حاب انه ينشر المعلومات اللي فيها بشكل يعني ينشرها في المجلات العلميه قبل ما تتاح للقراء. لان الانظمه اللي عندنا، انظمه الحقوق الفكريه موجوده هي، لكنها للاسف غير مطبقه بطريقه يعني تحمي الباحث. بينما مثلا في دول ثانية، بمجرد ما يكون في شك في مسألة البلاجيريزم، مباشرة الورقة هذه اللي مثلا لو نادي نشرت ورقة وفيها شك عدم أصالة، أو شك إنها سرقت معلومة علمية معينة، راح تسحب الورقة وراح تتعرض للمساءلة، وأيضا يسحب ما ترتب عليها من منافع. يعني مثلا لو حصلت على الماجستير في ورقة غير موثوقة أو ورقة غير مؤثرة، ممكن أخسر درجة الماجستير. إلى هذه الدرجة الجدية في مسألة الثقة المتبادلة في الأكاديمية. هناك مصادر حاليا، مصادر مفتوحة للمعلومات في الدول الأجنبية، يضع الكاتب أو يضع الباحث ورقة العلمية متاحة لزملائه في التخصص، بالذات في سبيشال انترست جروب، الناس اللي مهتمين بنشر العلم. لكن هذه القيمة يعني صعب جدا الحصول عليها في مجتمعنا. مثلا الثقة لا يعني اني ما اراقب وما احاسب، بالعكس انا اثق فيك، لكني ايضا راح اراقبك وراح احاسبك. طيب، كيف اراقبك واحاسبك؟ في برامج بالذات في الاكاديمية تهتم بمراقبة الباحث واوراقه. في برامج مثل برنامج مثلا تيرنت اند، هذا برنامج معترف فيه في الجامعات الأجنبية، تنزل أو ترسل بحثك إلى هذه عشان تقدم ورقتك العلمية، ترسلها لأستاذك عشان تقدم بحثك. لابد أن يمر بقناة علمية اسمها تيرنت إن. هذه القناة تقوم بتحليل عملك رقميا، وتشوف إنه عملك أصيل، عملك لا يوجد فيه كثير من الانتحالات أو لها حد معين، الاقتباسات اللي أنت أخذتها. صحيح أستاذة نادية، تحقق مبدأ العدالة، المراقبة والمحاسبة تحقق مبدأ العدالة. ليش؟ لأنه أنا ما أجي أخذ جهد شخص ثاني وأشغل نفسي، وبالتالي أظلم هو في حق من حقوقه اللي هو حق العلم اللي هو تعب فيه. طيب، تيرنت ان دكتور شريف، تيرنت ان اسمع، يختلف دكتور دلال، يختلف بالنسبة للجامعة اللي أنا فيها، يختلف من البكالوريوس إلى الماجستير إلى الدكتوراه، كذلك يختلف من تخصص إلى تخصص، لأنه بعض التخصصات تخصصات متجددة فما فيها أصلا أبحاث، فلذلك يكثر فيها تكرار المصادر. بينما التخصصات الإنسانية مثلا
لا يكون فيها الأبحاث كثيرة. تحمل المسؤولية في الأكاديمية، إحنا هنا نتكلم عن طالب الثانوية العامة لما ينتقل إلى الجامعة، أو حتى طالب البكالوريوس لما ينتقل إلى المرحلة العليا في البيئة البحثية، مثلا لو كمل في مجال الدراسات العليا. الانتقال من هالمعايير من تحمل مسؤوليتك إلى معيار جامعي يختلف. ليش؟ لأنه في الثانوية العامة في أحد وراك يطلب منك الواجب، يطلب منك الأسايمنت، يطلب منك الالتزام بالحضور والغياب، في لما تغيب يرسل لأهلك والله ولدكم ما داوم. لكن في الجامعة الموضوع مختلف تماما، في الجامعة أنت مسؤول عن نفسك. وبالتالي من قيم تحمل المسؤولية في الأكاديمية إنه يكون عندك القدرة فعلا على القيام بمهام العمل المطلوب منك. هذه العملية ليست سهلة، لكنها يعني تتطلب من الإنسان يعود نفسه على مسؤولية معينة، على الصبر في تحمل مسؤولية العلم ومسؤولية القيام بأعباء العلم، سواء كنت طالب أو باحث. لأنه البحث بالذات في لما نتكلم عن بحث الدكتوراه أو حتى بحث الماجستير، عملية يعني عملية وحيدة أنا أسميها، يعني عملية ينمو فيها الإنسان لوحده، لأن يكون معك مشرفك صحيح، لكن مشرفك معاه عدد كبير من الطلاب، ما هو فاضي لك أنت، ما أنت اهتمامها الوحيد. بالتالي لازم تحترم وقته، تتحمل مسؤولية قراءتك، تتحمل مسؤولية كتابتك، تتحمل مسؤولية تسليم أعمالك في وقتها، وكذلك تتحمل مسؤولية إنك تسأله أو تطلب منه إنه يتيح لك وقت من وقته. العمر المناسب للتحدث عن تحمل المسؤولية في التعليم هو العمر الذي يبدأ فيه التعليم. متى يبدأ الطفل يتعلم؟ يبدأ الطفل يتعلم من عمر ال5 سنوات. لما تعود طفلك إنه أنت اللي ترتب له الشنطة، وأنت اللي تجهز أدواته، وأنت اللي تعمل له كل شيء، أنت كذا بدأت يعني تخليه يتخاذل عن تحمل مسؤوليته في التعليم. وقارن أنت بين طفلك الأول وطفلك الثاني مثلاً، لأنه دائما إحنا نتعلم في الأول. الطفل الأول، وأنا طفل أول، أنا الطفل الأم في العائلة، ما يكون دائما الأشطر، قد يكون الأذكى لكنه مو الأشطر. ليش؟ لأنه الاهتمام منصب عليه. فالطفل الثاني يكون يتحمل مسؤولية يعني أعماله، أو حتى الطفل الثالث يتحمل مسؤولية أعماله أكثر من الطفل الأول، بسبب إنه ما في اهتمام مبالغ فيه في هذا الطفل. هو الطفل هذا يهتم بنفسه، فلذلك تلاقي عنده تحمل المسؤولية أعلى من الطفل الأول. فعلا دكتورة منى، غش ثقافي في تحمل المسؤولية صحيح، يكون غرس المسؤولية يبدأ من البداية. دائما نقول إنه الشجرة لما تغرس الشجرة تتعهدها بالرعاية من صغرها، غير لما تجي ويكون اشتد عودها ونمت وتبقى تهتم فيها، لما يكون الموضوع صعب عليك، لما يكون جذرها تكون في الأرض على عدم استواء، راح يكون تعديلها فيما بعد أصعب. دائما يعني الاهتمام بالغرس في بدايته أسهل من اكتساب عادة جديدة في الكبر. لذلك من تحمل المسؤولية إنه ما لما يقول لك ولدك عندي أو بنتك عندي لوحة فنية أو عمل لمادة معينة، ما تقول له تعال نسويها ونكتب اسمك عليها، لا، هو يسويها على الأقل، يضع الخطة وبعد كذا تعملون فيها مع بعض. العلم في الصغر كالنقش على الجرح، صحيح. طيب، شجاعة في الأكاديمية، الشجاعة حنتكلم عن إيش في الشجاعة؟ حنقول إن الشجاعة تعريفا هي المخاطرة والإقدام، القدرة على المخاطرة. الشجاعة من الفضائل الأربعة عند أفلاطون. أفلاطون لما بدأ مدينة الفاضلة وضع الشجاعة واحدة من أمهات الفضائل عنده. طيب، هي قوة معنوية تمكن الإنسان من مقاومة المحن ومجابهة الخطر أو الألم، وتدفعه إلى العزم، العمل بحزم وعزم وتركيز. أنا شجاع في الأخذ وشجاع في الرد وشجاع في العطاء في الأكاديمية. طيب، هأجل بس المقولة هذه شوية إلى ما أتكلم عن رتب الشجاعة في الأكاديمية، هي موجودة في السلايد اللي بعدها. في الأكاديمية عندي رتب للشجاعة: شجاعة المخاطرة، وشجاعة التمسك، وشجاعة التخلي، وشجاعة الإصفاح، وشجاعة الاعتذار.
تذكروها كذا، اسمها المخاطرة، التمسك، التخلي، الإصرار والاعتذار. طيب إيش يعني شجاعة المخاطرة؟ يعني تسمع منكم إيش يعني شجاعة المخاطرة؟ البحث الجديد، يعني لما يقول لك دكتورك أو أستاذك أو مشرفك بحثك هذا بدري عليه، أو مش يعني مش وقته، أو لا تدخل في بحث كواليتاتيف في بيئة تشجع على الكوانتيتيف، يعني لا تدخل في بحث نوعي في بيئة تشجع على الأبحاث الكمية. لما يكون عندك الشجاعة إنك تتمسك برأيك، بالذات في بيئة لا تعترف بالتجديد، أنت لك قيمة أو وجبة المخاطرة. شجاعة التمسك إنك تعرف متى تتمسك بهدفك، في مو شرط يكون رأي منفرد أستاذ حنان، ممكن يكون رأي، يعني رأي وحيد وليس منفرد، رأي وحيد بمعنى إنه أنت شايف الأمور بطريقة ما حد غيرك شايفها. وهذا مش خطأ في البيئة الأكاديمية، كل البريك ثروز مرت في مسألة إنها تكون إنه ما حد في، أنت شايف شيء ما في أحد غيرك شايفه، أو أنت لما قرأت literature review قرأت حاجة ما حد غيرك قدر يفهمها، وبالتالي أنت نظرت لها من هذا المنظور وحللتها من هذا المنظور. شجاعة التمسك، نقدر نقول شجاعة، يعني مثلا أنا في مجال، خلنا نقول القانون، مثلا نادي قررت تدخل في القانون، البيئة المحيطة ترى إنه القانون صعب على البنات، ما هي شايفة له مستقبل، ما هي شايفة له طريقة في إني بعدين ما في وظائف whatever، بس أنا عارفة إنه أنا راح أحقق شيء لما أدخل في هذا التخصص، إذا أنا أتمسك فيه لأني عارفة إني راح أحقق فيه حاجة، وأكون عارفة أنا وين رايحة، متمسكة بهذا الهدف لأني أنا عارفة أنا فين متوجهة. صحيح إيمانك بفكرتك، ولذلك أنا متمسكة بهذه الفكرة لأني شايف النتيجة. إذا هذه من الشجاعة في البيئة الأكاديمية. شجاعة التخلي، طيب شجاعة التخلي يدخل فيها إنه إذا لما يكون، لما يثبت عجزك عن شيء معين، أو يكون في dead end قدامك، طريق مغلق، غير الهدف ولا تغير الطريقة، أو تغير الطريقة ولا تغير الهدف، يعني مشيت في الخطوات 1 2 3، يعني لا تكرر نفس التصرف وتتوقع نتائج مختلفة. وإذا كان من إذا كنت وصلت لنص الطريق، فمن الأفضل إنك تكون ترجع من نص الطريق أفضل من ما تكمل لآخر الطريق وبعدين تكتشف إنه أنت كنت ماشي أصلا خطأ. إذا تتخلى عن مشروع معين في المنتصف أفضل من إنك تمشي فيه للأخير ثم تضطر للتخلي عنه لأنه أثبت عدم جدوى. مثلا من ضمن المستمر، تخلينا عن التقويم المستمر لأنه أثبت خطأ، أثبت إنه مش هو السبيل الصحيح اللي احنا نمشي فيه. كذلك تخلينا عن فطن لأنه أثبت إنه غير مجدي. والله يا ريتنا نرجع يا أستاذ المواد للمناهج القديمة. الكتاب الورقي، أنا من أنصار الكتاب الورقي بالمناسبة. التعليم التقليدي حاليا أستاذة نادية في دراسة تثبت إنه التعليم التقليدي أفضل من التعليم الطرق الحديثة في التعليم. التلقين حاليا، الدراسة موجودة إن شاء الله راح أحطها على حسابي في تويتر، التلقين أفضل في المراحل العمرية المبكرة. طيب شجاعة الاعتذار، شجاعة الاعتذار هي أني لما مثلا لما يعني أف يعني يعني أقوم حاجة غلط في بيئة التعلم أو بيئة التعليم، لا أجد غضاضة في أني أعتذر من الأشخاص اللي أسأت لهم، أو الأشخاص اللي أو الأشخاص اللي قصرت في حقهم، أو الأشخاص اللي ما أديت لهم الاهتمام المناسب في بيئة العمل الأكاديمية، أعتذر منهم. مثلا الأستاذ لما يقيم طلابه بشكل خاطئ، لا يجد خطأ في أنه يعتذر. لو مثلا تأخر عن المحاضرة، لا يجد خطأ في أنه يعتذر، هذه أيضا تعتبر من الشجاعة.
أيضا الطالب لما يقصر في مسألة معينة لا يخترق لنفسه الأعذار الكاذبة، لا يعتذر ويصحح. نرجع نقول المقولة اللي قبلها، في السلايد اللي قبلها كان في مقولة: إياك وما يعتذر منه. كيف أربط بينها وبين الشجاعة في الأكاديمية؟ كيف الإنسان ممكن أن يربط بين مقولة إياك وما يعتذر منه وبين الشجاعة الأكاديمية؟ المفروض أستاذي العزيز أن الدكتور يعتذر، أن لا يرتكب خطأ، فعلا أفراح. طب يعني الإنسان يكون دائما مسبق بخطوة على خططه، يحتفظ بجدول عمل مناسب وجدول عمل معقول، لا يضع في صحنه أكثر مما يمكنه هضمه كما يقول البرغام. يعني لا تملأ صحنك، دائما خذ من العمل ما تستطيع أن تغطيه في الوقت المحدد. هذا أيضا تعتبر شجاعة، إنك تعرف حدودك. نجي عند الإنصاف، الإنصاف في الأكاديمية، العدالة. القيمة هذه تلتقي عندها كل القيم. أستاذ مطلق، بالنسبة للسرقات الأدبية، أنا ما أظن أن الاعتذار كافي في مسألة السرقات الأدبية. لا، يجب المحاسبة قبل قبول الاعتذار العلني. أيضا لا بد أن يحاسب من يسرق، لأنه كثرة السرقات جرأت حتى طلابنا حاليا في البكالوريوس والماجستير أنهم للأسف تجرأوا على السرقة، تجرأوا على استخدام مثلا المراكز اللي تقوم بكتابة البحوث، تجرأوا على تصوير الكتب وتمريرها بدون حفظ حقوق. هذا شيء يسيء للتعليم على المدى الطويل. لذلك أنا ما أظن أنه يكفي أبدا الاعتذار، لا، لازم المحاسب. بالنسبة للإنصاف، الإنصاف هو أهم قيمة من قيم العمل الأكاديمي، تلتقي عنده كل القيم الثانية. أي قيمة ثانية في البيئة الأكاديمية لابد أن تلتقي مع الإنصاف. عندك الصدق يلتقي مع الإنصاف، أو يحمي وجه من وجوهه. الاحترام أيضا فيه وجه من وجوه الإنصاف. الثقة، تحمل المسؤولية، والشجاعة كلها تلتقي مع الإنصاف. الإنصاف لمن تنصف اللي قدامك فأنت أيضا تنصف نفسك، لمن تنصفه فأنت شخص صادق، لمن تنصفه فأنت شخص محترم، شخص يثق فيه، شخص يتحمل المسؤولية، وشخص شجاع. الإنصاف إنك ما تمنح مقعد، ما تمنح وظيفة، ما تمنح منصب، ما تمنح امتياز معين لأي سبب خارج إطار المهنية اللي يفرضها عليك العمل الأكاديمي أو الإطار أو العمل أو البحث العلمي. الإنصاف لأنك تعرف أنه مش في الدرجة تفرق مع الطالب، الدرجة تفرق معه، تفرق معه في مسألة الابتعاث، تفرق معه في مسألة مثلا الإعادة، إنه يقبل كمعيد أو لا يقبل كمعيد. إعطاء كل صاحب حق حقه فعلا. الإنصاف من أصعب المهارات اللي يتعلمها الإنسان خلال البيئة الأكاديمية. ليش؟ لأننا أحيانا نتصرف بطيبة مبالغ فيها، نعتقد أن هذا من الإنصاف مع طلابنا، بينما إحنا هنا نهدر قيمة الإنصاف. مثلا طالب لا يقوم بالمطلوب منه، طالب مهمل، طالب يتغيب، وأجي أنا كأستاذ أقبل منه أعذاره المزورة، أنا هنا هدمت قيمة الإنصاف. أنا هنا مش منصف مع مين؟ مع الطلاب الثانيين، الطالب اللي كل يوم مداوم، الطالب اللي حريص. كذلك أيضا في هذه تواجهنا كثير في مرحلة الدكتوراه. مثلا من يعني الأشخاص اللي تكسر أعذارهم عند مواعيد التسليم، ويتذرعون بعدين إنه المشرف متحامل علي، أو المشرف يستقصدني، أو المشرف غير متعاطف معي. المشرف مو مطلوب منه إنه يتعاطف معك، المشرف مطلوب منه إنه يتعامل معك بطريقة منصفة. إذا كنت غير قادر على المهنة الأكاديمية واللي هي تعتمد بشكل كبير على البحث، فهو مضطر إنه يقول لك: سوري، أنت غير قادر على البحث، أنت غير قادر على إنك تستمر في هذا المجال، أتح المجال لغيرك.
أيضا من وجوه الإنصاف الثقة، لما المشرف يتغاضى مرة ومرتين وثلاثة عن سرقتك الأدبية أو عن اختراعاتك في الدافئة، هذا لا يحمل وجه من وجوه الإنصاف، وهذا شيء جدا سيء. فإحنا هنا كذا، صحيح أستاذة طيبة، المشرف المنشط المزعج جدا وغير منصف، لا تقبل طلاب أنت ما أنت قادر تشرف عليهم. المحاصرة في هالمجال ما تكون فقط مع المشرف، تكون مع عمادة الدراسات العليا كلها. كيف تعطي مشرف 12 طالب وأنت عارف إنه مثلا هو جالس يشتغل على نفسه إنه أساس يكون فول بروفيشنال؟ ما تقدر. بعض المشرفين الفائدة المادية صحيح، لكن هذا هنا مثلا لو بنتكلم عن البيئات الأجنبية، لكن في السعودية مثلا إيش مستفيد المشرف؟ أنا ما أعرف صراحة، لما يكون عنده طلاب أكثر. الله أعلم. الإنصاف في تعليم الباحث وإمداد المعلومات صحيح، العدالة في أعلمه هو فين المفروض، يعني كيف ممكن يكتسب المعلومة، كيف ممكن يتعلم، كيف ممكن يتلقى المعلومة ويستثمرها. من غير الإنصاف إني أسوي للطالب ملزمة، من غير الإنصاف إني أعمل للطالب ملزمة، لأنه هذا راح يعوده على التعليم السهل، راح يعوده على الشانكس اللي إحنا نقول، يعني إنه بس ياخذها زي وجبات سريعة. التعليم مش وجبات سريعة، التعليم يجب أن يبدأ من الكتاب، يجب أن يبدأ من البحث، من القراءة، من الجلوس على اللابتوب والقراءة والكتابة. فهذا يعني قيمة أيضا عالية في الأكاديمية، ومن قيم النزاهة أيضا أنك يكون الـ workload مناسب للوقت. طبعا أستاذ ماهر، أخطأ شيء التحيز وعدم الموضوعية، وكذلك أنك تبدأ بحثك وأنت متوقع النتائج. لما تبدأ بحثك خليك من الهايبوثيسز، لكن لما تبدأ بحثك وأنت متوقع النتيجة وتحمل بتحيز بحيث انك تصل لهذه النتيجة، انت كذا دمرت النزاهة تماما، انت كذا يعني نسفت المشروع من اوله، وهذا خطأ، خطأ كبير. طيب ننتقل للي بعدها، عوامل الخطورة على النزاهة في البيئات الأكاديمية. نقول من عوامل الخطورة على النزاهة في البيئات الأكاديمية غياب سياسة التعامل الواضحة مع الحالات المكتشفة وعدم محاسبة المتطوعين على مبادئ النزاهة. النظام مكتوب، نظام التعامل مع حالات الاختلاس مثلا أو حالات التعدي على النزاهة، لكن غير مطبق. عوامل الخطورة على النزاهة غياب المحاسبة. طبعا الغش في الاختبار هذا من أقوى الأمثلة على غياب النزاهة. أنا ما أعرف كيف طالب ممكن يتجرأ على الغش في الاختبار وهو يعرف أن كل ما بني على باطل فهو باطل، لكن يعني هذا يعني ترجع لفعلا للقيم اللي يحملها الإنسان عن بيئة التعلم. انتشار الاحتيالات العلمية وتظهر في أشكال متعددة، من أمثلة الاحتيالات العلمية اللي إحنا كتبنا عنه اللي هو اختلاق الداتا، منها أيضا الكذب في مسألة الأوريجيناليتي، الأصالة، منها الاختلاس، منها أيضا الانتحال، منها أيضا أضع اسم شخص لم يشارك في أي جزء من أجزاء البحث على البحث فقط لكي أضمن النشر. أمثلة كثيرة للاحتيالات العلمية، منها أيضا المحاباة، هذه من أكثر العوامل الخطرة على النزاهة، المحاباة. يعني فعلا مثال خطر على النزاهة الأكاديمية. الإحباط في البيئة الأكاديمية من الأسباب أو من عوامل الخطورة في البيئة الأكاديمية. الإحباط إن الإنسان يفقد الدافعية للتعلم، ويفقد الدافعية حتى للتعلم. التعليم بسبب انتشار الديسونستي في البيئة التعليمية.
الركض خلف التغطية هذا موضوع جدا مزعج أستاذ لطفي. ليش؟ لأنك في النهاية أنت تعمل وتود أن يتم الاعتراف بعملك. يعني أنا مثلا هذه أنا ما أبحث فقط من أجل البحث، صحيح أني أنا مهتمة بالبحث، لكني حاليا أبحث لأصل إلى نتيجة معينة ببحثي ليتم ترقيتي. طيب، فمن عوامل الخطورة على النزاهة في البيئة الأكاديمية أنه ما أعطى وقت مناسب adequate timing لكي أعمل على أبحاثي. لابد أني أعطى وقت مناسب للعمل على بحثي. أيضا في تعليق يتكرر كثير في مسألة النزاهة أو التعليق على النزاهة، نص لكي لا يساء فهمنا. أنا ما أعرف عن مجتمع الرجال، لكن في مجتمع السيدات لما تعلق على موضوع النزاهة بالذات تتهم أحيانا بالغيرة، أو تتهم بـ 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 بأنك يعني لا تتمنى الخير للآخرين. هذا الكلام غير صحيح. في البيئة الأكاديمية الجميع يجب أن يكون واعي بالعوامل الخطورة على النزاهة وينبه لها، بمعنى أنه إذا كنا غير قادرين على النقد في البيئة التعليمية، هذه عامل خطورة كبير على البيئة التعليمية. لابد أن يكون قادر على النقد، ولابد أن يكون الزميل قادر على تفنيد هذا النقد. بالمقابل، لا يجب المبالغة في إساءة الظن بالزملاء في مسألة البحث العلمي، يعني لأن سبحان الله العمل يدل على العامل. بمعنى أنه لما أجي أنا أقرأ ورقة علمية لزميل من زملائي أو زميلة من زملائي، راح تعرف روح الباحث. لكل باحث روح. نادية أسلوبها معروف من يوم ما بدأت في الكتابة إلى الأخير. الدكتور إكس من الناس معروف أسلوبه، الدكتور سين من الناس معروف أسلوبه. لذلك لما يكتب بطريقة مختلفة 5 أو 6 ورقات علمية في السنة، سيصير عن نفس الأسئلة. ليش؟ لأنه الناس الباحثين بالذات يعرفون أسلوب الباحث، يعرف أسلوب الباحث الآخر، يعرف هل كتب هذه الشخص الورقة العلمية أو لم يكتبها. هذا ما يحدث أيضا معنا إحنا كطلاب أو كأساتذة، لما نصحح أوراق طلابنا نعرف إذا كانت الورقة هذه للطالب أو لغيره. ولذلك أحيانا نكتشف بعض حوادث الغش بسبب هذه الملكة اللي اكتسبناها، اللي هي ملكة تصحيح الأوراق. طيب، ننتقل لما بعدها. النقطة الأولى، افهم أدواتك جيدا. أيا كان وضعك في البيئة الأكاديمية، سواء كنت أستاذ أو طالب أو باحث أو مشرف، لابد أن تفهم أدواتك، تفهم أدوات مادتك العلمية، تفهم المطلوب منك. إذا ما كنت محدد الهدف، أي طريق ممكن تمشي، يعني الطريق اللي تمشي فيه ما راح يسمع فرق. أنت لازم تعرف أنت إيش تبغى من رحلتك العلمية، سواء كنت طالب أو كنت أستاذ. افهم أدواتك جيدا في رحلة البحث العلمي. إذا كنت حتبحث بطريقة نوعية، لابد أن تفهم البحث النوعي جيدا، لابد أن تفهم الانفيبو بشكل ممتاز، وكذلك أدوات التحليل الثانية. لابد أن تعرف الأرشفة، لابد أن تعرف طريقة حفظ المصادر للمراجع، لابد أن تفهم كل أدواتك كباحث. طيب، أيضا كأستاذ مثلا، دائما يواجهون الأساتذة في الإشراف الأول أو في التدريس الأول. لابد أن تعرف المطلوب منك. وكذلك المشرفين، لا ترمي الطالب في البيئة الأكاديمية وتقول له جد طريقك، لا، هذا جدا يخالف، يعني طريقة يخالف النزاهة. لا تطلب من الطالب أن يجد طريقة بنفسه. ولذلك الآن في اعتراضات على نموذج تدريسي هنا في بريطانيا، اسمه والله لا يحسبني اسمه، نسيته، لكن النموذج هذا يبدأ فيه الطالب دراسة الدكتوراه بدون مشرف. طبعا لما تبدأ بدون مشرف فأنت تقوم، أنت تسبح تبحر من العلم، لأنك يعني عندك مواد تبي تنجح فيها، وعندك أيضا بروبوزل لازم تكتبه. فكونك تتوه بين البروبوزل وبين المواد الدراسية أو الكورسات اللي أنت تاخذها، هذا منحة غير أخلاقي من الجامعيات، من الجامعات اللي تطبق هذا المبدأ أو هذا الأسلوب في التدريس. مبدأ يعني فقط جمع المادة من الطلاب،
ولذلك الآن في توجه من الملحقيات إنه ما يكون هذا الخيار متاح للطالب أساسا، تبدأ يكون معك مشرف من البداية. من أيضا من وسائل تعزيز النزاهة في المنشآت الأكاديمية إنك تشكل أو تكون أو تكون جزء من مجموعة داعمة لمفهوم النزاهة. لا تكون وحيد، لا تكون وحيد في مجموعتك، ابحث عن من يشبهك، ابحث عن من يشبهك في نزاهتك. ترى سبحان الله الأرواح حتى في البيئة الأكاديمية الأرواح كلها مجندة، إلا ما تلقى 2 3 تدعم مفهوم النزاهة، تحافظ على وقت المحاضرة، تحافظ على المعلومة الجيدة التي تصل للطلاب. لذلك عندك لما يكون عندك يعني مجموعة داعمة لمفهوم النزاهة، يكون عملك في الوسط الأكاديمي أسهل. مو شرط يكونون معك في نفس القسم، ممكن يكونون مجموعة من إدارات مختلفة من الجامعة، لكن في البداية لابد أن يكون عندك مجموعة تدعمك لتعزيز مفهوم النزاهة. لابد أن يكون للنزاهة صوت واضح داخل المنظومة الأكاديمية. إذا ما كان لها صوت واضح عفوا، راح يتعب الأشخاص اللي عاملين أو اللي هم من طبيعتهم أنهم يكونون نزيهين. طيب بالنسبة للخسائر والأرباح، وازن في رحلة النزاهة، وازن بين خسائرك وأرباحك. خسارة صغيرة الآن قد توفر عليك خسارة كبيرة في المستقبل، إيش أقصد؟ طيب أنا هنا أوكي، بالنسبة لخسارة الخسارة اللي أنا أتكلم عنها، سواء كانت هذه الخسارة مادية أو معنوية، وحتى خسارة أشخاص في سبيل إنك تصل إلى مبدأ نزيه، أو تحصل على عمل، أو تحصل على سيرة شريفة في عملك البحثي، اقبل بالخسارة الصغيرة، لأنك لو رفضت هذه الخسارة الصغيرة الآن، راح تصل لخسارة أكبر في المستقبل. لو تجاوزت مبدأ النزاهة، لو تجاوزت مبدأ العدالة، لو تجاوزت مبدأ الإنصاف، راح تصل إلى نقطة تندم فيها على تفريطك في النزاهة في بداية الطريق. لأن التاريخ يعيد نفسه، والتاريخ لا يتم استحداثه من العدم. أنت وأنت قاعد تبحث في رحلتك البحثية، أنت تكتب سيرتك الذاتية. فخسارة صغيرة في البداية، اختلاف مع المشرف مثلا في البداية، اختلاف مع زميل بسبب النزاهة، اختلاف مع محاضر بسبب النزاهة، الوقوف أو الصمود أمام يعني مسألة لا تمرر، يكون فيها خذلان لمبدأ النزاهة، صحيح رفض النشر. الخلاصة إنه وازن دائما بين الخسائر الحالية والأرباح المنتظرة في المستقبل. لا تبني بيتك البحثي ومشروعك البحثي على خلل. خليك نزيه من البداية في كتابة الليترتشر ريفيو، في وضع الـ 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 أو في اكتشاف الجاب في البحث، وبعدها حتحتفل إن شاء الله بالنتائج. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب احتفل دائما بما يؤكد كلامك، لا تعتمد على ذاكرتك. هذا الضعف العلمي هو أحد طبعا استوى على وهذه أنا قلتها قبل كذا. لا يمكنك أنك تتكلم في علم أنت ما تملك أدواته. إذا كنت ضعيف راح تضطر أنك تنتحل، وإذا انتحلت أنت خليت بقيمة النزاهة. وإذا انتحلت وتم بسبب هذا الانتحال وصولك إلى منصب لا تستحقه، للأسف أيضا طلابك راح يعانون بسبب ضعفك. ولهذا نقول نعم لكلامك، أنه حرجع لسؤالك دكتور أيمن، نقول نعم أنه ضعف العلمي يؤدي إلى ضعف النزاهة. نرجع لنقطة احفظ ما يؤكد كلامك، دائما خلي عندك دفتر تكتب فيه ريفلكشن على بحثك، ريفلكشن على الأشياء اللي صارت بينك وبين أستاذك، بين مشرفك، بينك وبين طلابك. خلي تواصلك دائما موثق بالإيميل، لا تعتمد على المشافهة، بالذات في البحث العلمي. هي أسهل ما يمكن إنكاره، المشافهة هي أسهل ما يمكن إنكاره. طيب لا تعتمد على ذاكرتك، الذاكرة بالذات حاليا في الوقت هذا لا يكفي أنك تقول ترى أنت قلت لي، لا لابد أن يكون عملك موثق.
النقطة اللي بعدها لا تكون الحلقة الأضعف في رحلتك البحثية. إيش المقصود بالحلقة الأضعف في رحلتك البحثية؟ صحيح دكتور فهم، فالمهم إن الإنسان يوثق أعماله. الحلقة الأضعف في رحلتك البحثية إنك تكون دائما، وهذه أيضا ترتبط بطريقة أو بقيمة تحمل المسؤولية. قيمة تحمل المسؤولية عندنا تبدأ متأخرا. نجي فجأة كذا للطالب في المرحلة الجامعية نقول تعال أنت تحمل مسؤولية كل حاجة، هذا خطأ، وهذا يؤدي إلى كونك الحلقة الأضعف. ربي نفسك من اليوم الأول لبحثك إنه أنت تكون أقوى من الزحلة اللي أنت ماشي فيها. يعني كن دائما on top of things، جهز أدواتك، جهز أوراقك، اقرأ 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 اقرأ. القراءة هي اللي راح تقويك كباحث، وتتزامن أيضا مع الكتابة. طيب، مش بس تتنازل بسهولة، أيضا لا تعرف حقوقها. لابد أن الطالب كباحث يعرف حقه، لابد أن يعرف حقه ويعرف الواجب عليه. ما يكفي أنك تعرف الواجب عليك ولا تعرف حقك. حقك الأرشاد الأكاديمي، حقك توفر المعلومة، حقك توفر الوقت، من حقك أيضا أن يعني قبول رأيك بذات مشروعك البحثي، قبول تعديلاتك، سماع صوتك النقدي. لذلك كل ما قويت أدواتك كل ما ساهمت في إثراء البحث العلمي. قوتك ما رح تجي من وأنت متنازل عنها. لابد أن تكون طرف قوي عشان يسمع صوتك. من فين تجي القوة؟ ما هي بالعضلات، لا، القوة بالتمكن من المادة العلمية، وأيضا بالتمكن من أدوات البحث، بالتمكن من البرامج، بالتمكن من اللي هي طريقة مثلا كتابة المراجع، طريقة استخدام البرامج المساعدة، طريقة حتى مهارات التواصل الإنساني، إنك تكون تعرف كيف تفتح قناة للتواصل بينك وبين مشرفك. طيب، صحيح. تطبق كل قيم النزاهة. أنا من وجهة نظري الإنصاف والثقة هي أهم قيم النزاهة في البحث العلمي. مهم جدا أنك تكون واثق في اللي قدامك، وأيضا أنه يثق فيك. لما زميلك يعطيك فكرة فلابد أن توثق أنها فكرة زميلك، لابد أن تشترك معه. لما يكون عندكم عمل جماعي لابد أن يكون العمل جماعي فعلا، لا يقوم واحد منكم بالعمل والثاني يكتب اسم أو الثاني يكتب اسمه بدون أن يعمل. أيضا العدل مهم، العدل هو وجه من وجوه الإنصاف. الإنصاف كأستاذ، والإنصاف أيضا كباحث، والإنصاف كمعلم، الإنصاف كإداري. الإنصاف يعني يمشي معانا في رحلة النزاهة سواء في الأكاديمية أو في غيرها. طيب، خلينا نتكلم الآن عن الخيارات في الحياة بالنسبة لمفهوم النزاهة. الأمانة فعلا، الأمانة الانتصار مع نفسك هي أهم حاجة في البيئة الأكاديمية. بعد هذا الاستيعاب السريع لمفهوم النزاهة في البيئة البحثية وفي الحياة عموما، هذه جزء من المراجع للأمانة، ليست كل المراجع، هذا جزء منها. الكتاب الثالث، ثالث كتاب على القائمة، أنا أنصح فيه. هذا الكتاب تغيرت نظرتي للنزاهة الأكاديمية بالذات بعد قراءته. طيب،